منشور فيسبوكي واحد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تعزيز استعمال الإنجليزية في الوسط الجامعي كان كافياً لإشعال فتيل صراعات لغوية بين دائرة الداعمين لاستبدال الفرنسية بالإنجليزية كلغة أجنبية أولى في التعليم وبين الفرنكوفونيين المتشبتين بلغة المستعمر بعدما ظلت لغة مهيمنة على مدار عقود من الزمن. اللوبي الفرنسي المتمسك بالثقافة الفرنسية في أعلى هرم السلطة، ضعف اللغة الإنجليزية يعود إلى هيمنة هذه اللوبيات المفرنسة على دوائر السلطة وعلى دوائر القرار إصدارها الكبير على تمكين الثقافة الفرنسية على حساب الثقافة أو اللغة الإنجليزية المعروفة بأنها لغة العالم وبأنها لغة التواصل ولغة الثقافة ولغة العلم. نقاشات احتدمت في الساحة العلمية والسياسية وموقف الفرنكوفونيين الذين يرفضون الانعتاق من الهيمنة الفرنسية على الواقع السياسي والثقافي والاقتصادي الجزائري يرى متابعون أن وراءه لوبيات لا زالت تدعم السلطة السابقة ومسعاها الداعم لاستغلال الاقتصاد الجزائري من الجانب الفرنسي. هذا عموما راجع إلى صراعات في أعلى هرم السلطة، صراعات للوبيات بعضها قوي وينتسب إلى الثقافة الفرنسية، ما يسمى بالأدرة الفرنسية في أعلى هرم السلطة الجزائرية تسعى دائماً إلى تمكين اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية لأسباب اقتصادية وسياسية أهمها دعم سياسي لهذه اللوبيات، دعم الخارجي الذي يمكنه عن البقاء على السلطة، والمصالح الاقتصادية الفرنسية الجزائرية يتم احتكارها دائماً من طرف هذه اللوبيات. يعني مشكلة الثقافة واللغة دائما تمتد إلى المصالح، تمتد إلى الاقتصاد وتمتد إلى السياسة. بعد أكثر من نصف قرن من الاستقلال، إسقاط لغة المستعمر القديم اقترب أكثر، خاصة بعد انطلاق الحراك الشعبي الجزائري الذي رفع فيه المتظاهرون في المسيرة المليونية شعارات منددة بالسيطرة الفرنسية وتدخلها في الشأن الداخلي للبلاد.